الرغبة أو ما عندوش القدرة أو ليه مصلحة أو تواطؤ من بعض أعضائه إن هو يخلي الواضح كده. تمام، فإحنا بنطالب بتشكيل لجنة تدير الإضراب. اللجنة دي تكون من الدكاترة المتحمسين واللي عندهم القدرة إن هم يديروا الإضراب، واللجنة دي تتحاسب من الجمعية العمومية بعد كده على إدارتها للإضراب. لو اللجنة دي قدرت تدير الإضراب يبقى ده دليل ان مجلس النقابه ما كانش عنده الرغبه ان هو يديره. اللي حصل في اسكندريه، انا هديكم مثال حي من اسكندريه، اللي حصل في اسكندريه ان المستشفيات اللي كانت بتضرب قبل كده مريت عليها، المستشفيات عندها الرغبه ان هي تضرب، بس الدكاتره ما عندهاش ثقه في الاليه النقابيه. الدكتور بيقول لي بعد ما ضربت 82 يوم، يعني ايه اروح اضرب يوم ورا يوم؟ اصلا في عقد الاضراب انك تبدا اول يوم، يعني ايه انك تخلي ايام منفصله؟ كانك بتخلي المهمه تقيله وتخلي الموضوع صعب كل مره للدكتور بيجي، يعني انت حتى لو جبت قرر اضراب يومين يكون الاضراب مستمرين، ولكن انت تحط عقبه. النقطه الثانيه، موقع النقابه العامه ما لهوش تقرير عن يوم اضراب الاثنين اللي فات، فضلت 24 ساعه مستني اشوف تقرير عن يوم اضراب اطباء دعيان النقابه العامه، وفاجئ ما لقيش تقرير للاضراب ده على موقع النقابه العامه ولا على صفحه النقابه العامه. امال مين اللي بيدير الاضراب؟ النقابه العامه لو بيديرها اطباء، لو بيديرها اطباء اقل حاجه تتواصل مع الاطباء، اقل حاجه تعرف الاطباء ايه اللي بيحصل، اقل حاجه تقول للاطباء احنا معاكم ومتواصلين معاكم. شرح القضيه الدكاتره خلاص عارفه شرح القضيه، وعارفه ان في نظام منحاز ضد الاطباء وضد صحه المواطنين لصالح طبقه ثانيه بتقنع الشعب وبتاخد ضد الشعب. الشعب كله عرف كده والدكاتره عرفت كده، ولكن السؤال ما العمل؟ ايه الحل؟ ايه الحل اللي بنطرحه؟ وايه الحل المقنع للاطباء؟ الاطباء بتطالب باستقالات جماعيه، الاطباء بتطالب باضراب مفتوح، دي كلها حق الاطباء، دي كلها مطالب الاطباء. نروح احنا نعمل حاجه اقل من الحد الادنى للاطباء، وبعد كده روحاتنا بتروح تتشوه، يروح يقولوا لك الناس دي بتلاقي وعايزه اضراب كلي، احنا ما قلناش اضراب كلي، وموقفنا من الاضراب الكلي معروف، وموقفنا ما حدش هيدايت عليه، احنا بنتكلم على اضراب جزء مفتوح، بنتناقش حوالين الاضراب الاداري هينفع ندخله ولا لا، بحيث ان هو ما يضرش المواطنين، بنتكلم حوالين الانتقالات الجماعيه، بنتكلم حوالين لجنه تدير اضراب الاطباء، تكون مسؤوله عن الاضراب، تكون عندها القناعه اصلا ان الاضراب مهم وان الاضراب وسيله مفيده، تكون قادره ان هي تحوز ثقه الاطباء. بكده دكاتره مصر هتكمل، ودكاتره مصر هتقدر تجيب حقوقها، وعاش كفاح دكاتره مصر.